صباح الخير أو مساء الخير يا برج الحوت. فهنبدأ ببرج الحوت القراءة العاطفية، وإن شاء الله خير بإذن الله. إن شاء الله يعني. طيب نشوف الطاقة العامة لبرج الحوت وللشريك كمان. دي طاقتك يا برج الحوت، أنت حاليا زي ما تكون بتفكر تبدأ شيء جديد، بتفكر تبدأ حياة جديدة، بتفكر تبدأ مشروع مثلا، أي شيء، ومحتار ما بين أمرين. هنشوف كده اللي بعديها. انت الظاهر كده خارج من علاقة فيها انفصال، ويعني محوط على مشاعرك بطريقة يعني جامد قوي، ولميت يعني كل اللي فاضل لك، وبدأت ان انت تشوف بقى طريقك قدام ايه. ده من الاخر يعني، اوكي. ولو اعتبرنا دي طاقة الحبيب، فالحبيب بيراقبك، وبيراقبك مراقبة جامدة قوي يعني. ممكن تكون مش ملاحظه لانه مخبي نفسه، بص عاطي في نفسه كده، بس كان في انفصال، وانفصال قاسي شوية يعني، تألمت شوية برج الحوت. طيب نشوف بقى الحبيب اللي بيراقب ده مشاعره ايه، مشاعرك، شايفك ازاي، شايفه ازاي. الله 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 الله. في ايه؟ في واحد شايف ده، التاني شايف كده. طيب نشوف هنا ناوي على ايه، او ناوي ايه الخطوة اللي ياخدها، وانت ناوي على ايه. الله الله، برج الجوزاء ظاهر لنا بوضوح يعني، بيقول لنا انا مسيطر هنا. طيب العلاقة دي هو شايفها هتبقى عاملة ازاي، اوكي، او شايف ان الخطوه دي هتؤدي الى ايه يعني في الاخر، اوكي، عشان تبقى يعني نبقى مع بعض يعني. طيب انت شايف العلاقه دي ازاي، وايه النصيحه في الاخر. طيب مبدئيا كده برج الحوت، الشريك زي ما يكون كان في عزله، اوكي، لان انا عندي هنا كارت ذا هيرمت لو بتتعامل مع برج العذراء، وعندي هنا برج السرطان كمان. انا هقول الابراج كده واحنا ماشيين بالترتيب، عشان الناس اللي بتسالني ما قلتيش الابراج، ما قلتيش كذا، ومش لازم الابراج يعني، ممكن يكون برج وميزان بس طالع جوزاء، عشان نبقى فاهمين يعني، لان دي طاقه، هي طاقه مش اكتر. طيب طبعا ده كارت برج السرطان، ده شخص فجأة كده، فجأة بدون اي مقدمات، فاق من غيبوبة تقريبا، كان نايم فيها ولا حاجة، وعايز ياخد قرار، عايز ياخد قرار، ومحتار ما بين القرار ده والقرار ده. ده شخص طبعا الكارت العربة، محتار ما بين قرارين يعني، يخش يمين ولا يخش شمال. طبعا الابيض والاسود باينين اهم. في مقابل ان انت مشاعرك اذا صام، انت ممكن تكون مش مشاعرك حلوة بالنسبة له. انا لما بقول هنا مشاعر الشريك ممكن تكون مش بالنسبه لك انت، ممكن تكون مشاعره حاليا عموما يعني، تمام. فهو حاليا محتار، اوكي، انما انت شكلك زي ما قلت لك، انت عايز تبتدي يعني شيء جديد. مشاعرك مش عارفه اجيبها لك ازاي، برج الحوت انت اتشفيت بالظبط كده، انت اتشفيت، لان ذا صن بيجي بعد دايما ضيقه، بيجي بعد خنقه، بيجي بعد قرف، بعد بكاء، بعد اي حاجه بقى، عموما اي حاجه وحشه. فانت مشاعرك مزهزهه. السجاجيد كده ليله العيد لما بنغسلها بتبقى مزهزهه، هي كده بالحرف. وانا لسه عامل يعني توضيحات، هقول لك هو عايز ايه هنا. فخلينا نشيل الكروت بتاعتنا اللي هنا، دي هي ونشوف العربه، كانت العربه شريط. هو الظاهر كده والله اعلم انه محتار فعلا. لا 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 يا برج الحوت، لا لا لا، انت عملت ايه في الشريك يا برج الحوت؟ ده فاق فعلا بعد غيبوبه، ده الظاهر ان هو قام من النوم كده دور عليك ما لقكش، قال يا نهار ازرق هو راح فين؟ بس برج الحوت ما اقولكمش، بنختفي مره واحده مره واحده كده، ما بنديش سابق انذار بالظبط حرفيا كده. فقام من النوم الصبح كده قال الله هو راح فين؟ فطب ايه ده؟ ايه راحت فين، ولا هو راح فين؟ طب ما ادور عليه، طب مش عارف ايه. ممكن يكون الشخص ده ما كانش مبين لك مشاعره خالص نهائي، وكان مبين لك بس الوش ده، لان انت شايفه كينج اوف سوردز. كينج اوف سوردز شخص مخبي مشاعره، شخص ماسك سيفه على اي حاجه وبيتلكك، وممكن يكون كان بيطنشك، تبعت له مسج ما يردش،
تكلمه ما يردش، يكلمك بمزاجه ويخلص الكلام بمزاجه، وانا ابتدي بمزاجي وادخل شخص من الاخر كده عنيف بيصد، لانه ماسك على مشاعره، فهو ماسك على مشاعره. ولكن حاليا هو عايز يجي، عايز يجي يقدم لك الاس اوف كابس. او ماي جاد، او ماي جاد، ده بيحبك قوي، بحبك قوي قوي برج الحوت، يعني مش هزار، ده عايز بجد، يعني عايز بدايه جديده، عايز بدايه حقيقيه، بدايه بقرار فعلا. هو شكله كان بيستهبل مثلا، كان بيستهبل، كان بيتلكع معاك، كان مثلا تقول له ازيك يرد عليها بعد يومين مثلا، مثلا يعني الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينكوا ده ينتهي بقى. بالظبط، احنا بينا تباعد، بنكلم بعض في الاحلام. على فكره هو بيحلم بيك، اوكي؟ ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على حصان ابيض، ولا لا لا مش الكلام ده، ممكن يكون بيحلم بيك بيشوفك مثلا في لقطه في الحلم كده، فعايز ينهي التباعد ده بقى، وفرصه جديده نبدا بقى، فرصه جديده بقى ونبطل بقى. انا بادئ بجد، بادئ بجد. الشخص ده تقريبا زي ما قلت لك كان مخبي مشاعره، كان قافل على مشاعره وحاططها كده جنبه وبيرفضك بيصدك، فانت زهقت، قلت له خلاص يا عم بقى، لما انت خلاص شكرا، يلا يا عم روح بقى، خلاص اهو انا حكمت بالعدل، لا انا جايه لك ولا انت تروح لي، وسلام عليكم، وعليكم السلام، وانا اروح له اشوف لي بقى حد تاني اديله الحب اللي عندي ده بقى، ما خلاص بقى خلصت. صحي من النوم ملقكش، انت مشاعرك زي الصام. انت ممكن تكون لما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي، بس انا هقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتبين بقى، طبعا بقى برج الحوت لما الكرة تيجي في ملعبه بيتنك بقى، هتبقى فرحان وسعيد جدا، ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر، ولكن هتقول معلمه درس، معلمه درس، هو يعني يسيبني ويمشي. و شفت انت تعبان قوي يا برج الحوت، تعبك قوي 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 قوي، تعبك قوي. انت كمان انت تشافيت، انت بتتشافى، انت انتظرت رجوعه كتير قوي. الشخص ده ألمك بطريقة ما تتصورش. الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة، بس ممكن تكون مثلا راقبته مثلا فلقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه. طب يا عم انت بتكلمني وبتكلم ناس تانية، طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك دي ايه. لا ما بيردش، وعندك انت عندك حنين شديد قوي ليه، مع انك واخد العشر سيوف، بس برج الحوت بقى نعمل فيه ايه؟ القلب الطيب ده نعمل فيه ايه طيب؟ وخلي بالك هو شاعر ان انت الحب الحقيقي، انت الحب الحقيقي، ما تخافش. انا عارفه ان برج الحوت بيندم جدا على الحاجات اللي اديها للشخص، مثلا اديت اهتمام، اديت اي حاجه، ما تخافش، الكره في ملعبك. انت انتظرته كتير قوي قوي، انتظرته يتعدل مره واثنين وثلاثه، اديت له تنبيهات مره واثنين وثلاثه لغايه ما قلت بس كفايه. 10 سيوف كتير قوي، يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع، تقول له مع السلامه بقى، كفايه كفايه بقى، انا خدت 10 سيوف في الظهر يا اخي، وانتظرتك دي فيك كفايه، بس بيني وبينك انت وحشني يعني، حرام بقى. فانا متفائله بالكارتين دول، لان هو عايز يجي اوكي، بس هو محتار شويه، بس نيته حلوه اهو، نيته حلوه. ده جد بقى، انا هقول لك بحبك بجد والله، مش هقول لك الكلمه اللي اقولها بيها واخرها كيف تبقى بفتيك، لا لا لا، هي بحبك، هي بحبك. طيب هو شايفك ازاي؟ شايفك البيج اوف بانتكلز، هو شايفك عرض، بس عرض، هو مش حوار كبير ولا صغير، بس هو شايفك فرصه، تمام؟ فرصه، انت فرصه، فرصه، فرصه حلوه بكل النواحي بقى، انت فرصه حلوه، فرصه شكلا، وشايفك ان انت شخص يعني جذاب جدا، وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي، يعني هو شايفك فرصه، وشايفك العرض كمان انت كنت مقدمه له عرض صادق، مش اللي هو اي كلام، بس عرضك كان صغير، يعني اللي هو كنت داخل بس مش قوي، كنتش داخل معاه قوي، بس وريفر، يعني انت برضو شخص جذاب قوي، وشايفك فرصه، شايفك فرصه، فرصه حلوه، فرصه اي مش اي كلام يعني. في المقابل انت شايفه الكينج اوف سيرفيس، الطاقه الهوائيه غالبه قوي، والمائيه برضو. الكينج اوف سيرفيس شخص زي ما قلت لك جامد في المشاعر قوي، بيخبي مشاعره،
ودايما دايما كلامه تقيل يعني، وتحس ان هو، انا اسفه في الكلمه، غبي، يلا غبي غبي في تصرفاته، ومش بيوزن مش بيوزن تصرفاته، ممكن يرفع سيفه على اي حاجه، اي حاجه رافع سيفه. يعني ايه يا عم؟ طب ما تاخد بيدي. لا ما باخدش ودي. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ لا ما باخدش ودي. فانت شايف ان هو جامد المشاعر، بس هو مش جامد المشاعر يا برج الحوت. الظاهر والله اعلم ان الشخص ده كان عنده ازمه كمان، الشخص ده كان عنده ازمه وبيحلها، ده كان سبب التباعد، ان هو كان عنده ازمه والازمه دي كانت مخلياه كده. ممكن تكون ازمه ماليه، او ممكن تكون كنتوا في علاقه ثلاثيه وهيتخلص من الطرف الثالث ويجي لك. هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه، يعني اروح لده ولا اروح لده، وكان محتار. هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه. طيب انت يا عم، انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب، انت بقى تعمل ايه؟ ايه الفرصه؟ ايه مش الفرصه؟ ايه اللي بيفكر يعمله؟ هو ندمان جدا قوي، ندمان لدرجه انت ما تتخيلهاش. وانا عارفه ان في ناس تقول لي لا لا لا، ده عمره ما بيبقى ندمان، مش بيبين. بص انت شايفه ازاي؟ دي اللي انت شايفه ده حقيقه، هو ده اللي بيظهره للناس. انا جامد، انا قوي، انا ايه، ولا تاثر معايا ولا اي حاجه. الخطوه اللي ياخدها انه ندمان قوي، ممكن يكون هيرجع، بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك، لان انت مقابله باللافرز، انت بتحبه برج الحوت قوي، بس انا مش عارفه اقولها لك ازاي بقى. يلا، فهو لما يرجع الخطوه ان هو عايز يرجع، بس هيبقى مكسوف. يعني ممكن يتكلم معاك، بس اللي هو يتكلم ايه مثلا، عامل ايه، ازيك مثلا، ما يتكلمش كلام مباشر. تمام، يعني حتى هنا شخص مخبي مشاعره، فهو هو ممكن يرجع، ولكن هيرجع اللي هو مش الرجوع اللي هو ايه مثلا، يلا يلا نتجوز دلوقتي، او يلا نرجع دلوقتي حالا. لا، هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتعمل ايه، لانه الشخص ده شكله عنده كبرياء عالي قوي قوي، يعني مش هزار، ومحبش حد يجرحه، ولا حد. لو برج الجوزاء يبقى اللي انا بقوله ده صح. بالظبط اهو، شوف الكارت التالت، كانت علاقه ثلاثيه، كانت علاقه ثلاثيه زي اللي انا قلته بالظبط، في قرار هو خده. الشخص ده يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص، وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام، ونهى العلاقه دي. كان في علاقه كارما، الشخص ده كان في علاقه كارما، لو انتم ما تعرفوش، فممكن يكون كان في علاقه ثلاثيه، كانت في علاقه كارما. الشخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار، شايفك ان انت ممكن، بص بقى ركز معايا، من البيج اوف بانتكلز للكينج، انت البرنس. شوف انا لفيت على كام واحده ورجعت لك انت في الاخر، انا شفت كام راجل ورجعت لك انت في الاخر. فهو عايز الاستقرار، بس لو رجع هيرجع كده عشان ما تستغربش، مش هيقول مشاعر خالص. هو الاول هيجس النبض، مساء الخير مساء النور، عامله ايه او عامل ايه، ما تعرفش نعمل ايه، اصل الفوطه الصغيره عماله تعيط والفوطه الكبيره الام مش لاقيه. بس هو ده اللي هيقوله، انما ما تتوقعش يدخل يقول لك انا بحبك، لانه بص اي كلمه هيجري هيطير، لانه يعني مش عارف يوري وشه منك انت شكله. ما هو طعنك 10 طعنات، هو عارف هو عمل ايه كويس قوي، عارف هو عمل ايه كويس قوي، وعارف انه كان مضيع فرصه من ايده. بس انت بقى مش هتسكت، انت هتقول له انت لسه هتندم وتعيط، يلا يا عم يلا يا عم انا بحبك. ذا لافرز، انت هتبين له مشاعرك على طول ممكن، ولا هتعمل ايه؟ تعال نشوف كده. بس برج الحوت هو وحشك قوي يا برج الحوت، وانت هتفرح بيه قوي، بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقول لك انا غلطت في حقك وتعالى نصلح العلاقه، انت مش معقول يا برج الحوت كده. وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى؟ الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقه سابها، وانت هتقول له انا هشفيك، انا هخليك تتشافى. الشخص ده هيجي يقول لك انا تعبان قوي، انا غلطت، انا عارف انا غلطت. هتقول له
ولا يهمك، ممكن تتعاتبه. بص ممكن في الاول تعمله الوش ده الكينج افونس، ممكن تعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا، او اللي هو اهلا وسهلا اتفضل اتفضل اهلا بيك يا اخويا، اهلا اهلا اتفضل، اه ها ها خدت ايه، ها خدت ايه من اللي انت رحت لها كده مثلا. ولكن انت في غرضك جوه نفسك انك عايز تشفيه، في غرضك جوه نفسك ترجع العلاقه دي تاني، انت بتحبه، ده توأم روحك، ما تكذبش على نفسك بقى. ما تكذبش على نفسك اكتر من كده، اهو انت جواك دي خطوتك، خطوتك ان انت ترجع له تاني، لان انت شايفه الاستقرار، هو شايفك الكينج اوف بانتكلز وانت شايفه العشر كوبايات، احنا متفقين، انت متفقين، ده رجوع لا محال. دي خطوه اللي هو عايز ياخدها، لو هو خد الخطوه دي انت هتاخد الخطوه دي، ما خدش الخطوه دي انا مش هاخد الخطوه دي، بس بكل بساطه. طيب بص بقى، هو قلقان من ايه؟ ايه اللي قلقه او هو شايف ان العلاقه دي لو انا جيت مثلا وقدمت عرض ايه اللي ممكن يحصل؟ بص بقى، عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك، فهو خايف ان العلاقه دي تنتهي بالرفض، عشان كده مش عارف يوري وشه منك، خايف يرجع مع انك بتحبه، بس هو خايف يرجع، عمل بلاوي الشخص ده، عمل بلاوي ايا كان اللي عمله، بس عمل بلاوي، بلاوي بالنسبه لك، فخايف يقدم عرض، الشخص ده عنده كبرياء بشع، فخلي بالكم عشان ده زي ما قلت لك هتصده جامد، هيجري هيجري، فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه، يزعل بقى، هو يزعل يضايق بقى. انت عندك عروض تانية على فكرة، بس انت كنت منتظر عرضه، وبص كنت منتظره ومرجعش، وخايف ظنك كتير قوي، بس هو خايف بقى بعد المدة دي كلها، يعني هي هتقبل مني ان هي ترجع لي؟ يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه اتعمل فينا ده كله، هيقبل يكلمني مرة تانية؟ هو خايف كده، بس انت شايف عكس كده، دي حاجة غريبة، يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي، يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي، يعني ايه ده، في ايه؟ على فكرة ممكن تكون العلاقة سوري القراءة عكسية، وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد، وانت بقى اللي ندمان، بس انا ما اعتقدش ان انت اللي ندمان، ما اعتقدش. يا برج الحوت، برج الحوت ما بيندمش على اي حاجة سابها عموما، يعني كابس ده طلعت لك مقلوبة، وده كمان مقلوبة. طب الورق انا عدلية؟ لا مش عدلية، تخيل، يلا جت مقلوبة، وكويس ان هما جم مقلوبين. شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت. ازاي خدت الورق ما بصيتش فيه، وكارتك هنا كمان. بص يا برج الحوت، دي من عند ربنا، خلاص مش هتكلم تاني. الشخص ده كان بيتلاعب بيك، مش في الاول، مش بيتلاعب، كان بيتملص منك، تيجي تقول له ازيك عامل ايه، رد عليك بعد 3 ايام الحمد لله كويس، كان كل ما تقرب منه يبعد، قرب ابعد، العلاقه دي كانت اوف اون، لو كنتوا مرتبطين فهو هراك 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 خيانه، تكلمه تلاقيه ويتنج مع واحده مثلا، تكلمها تلاقيها مثلا عامله لايك لواحد مثلا ولا بتاع اي حاجه، المره دي عايز يجي لك بعرض، عرض حقيقي، عرض مش هكذب، عرض كل حب، انا حسيت بقيمتك، انا مش هجري منك تاني، انا بحبك من الاخر، انا عايز اشيل بقى اللي حصل لي. الشخص ده يا اما هي حاجه من حالتين، يا اما هو فعلا سبته بعض وهو اكتشف قيمتك، يا اما دخل في علاقه تانية كانت علاقه ثلاثيه، والطرف الثالث بالمعنى الادق كده، مش عايزه اقول الكلمه على الهوا، بس هو خد الصبونه. طيب اللي مفرحني في الليله دي، مع انك انت هو خايف منك، ولكن العلاقه دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشهر، لو انتوا رجعتوا لبعض، كان في شويه عتاب في الاول والحركات دي كلها، فهتبقى علاقه جميله قوي، مش علاقه ثلاثيه، لا لا لا، هيبقى في احتفال، هتحتفلوا. مقلوبه دي ولا ايه؟ لا 3 اوف كابس، هتحتفلوا، ممكن ده ممكن يقول لك، انا بقول لك ايه، انا عايز اتجوزك، يلا يا عم يلا يا عم نتجوز يا عم، انا خلصت خلاص. الشخص ده عايز يتجوز على فكره، الشخص ده عايز يتجوز، لان الكينج اوف كابس، ايوه بقى، هو ده الكلام اللي يفرح. الشخص ده عايز ينهي الماضي،
نقفل صفحة قديمة بقى، اقفل بقى برج الحوت بقى، اقفل وركز معايا كده، ركز، ده انا توأم روحك يا عم، دي العلاقة هي دي. انا شايفك الكوين اوف بانتكلز، لو انت واحدة شايفك الكوين اوف بانتكلز، والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت، اكتشف ان انت السوميت بتاعه. بص بص الورقة بيتكلم والله اهو، انتوا توأم الروح بتوع بعض يعني مش هزار. الشخص ده لو كان بيتلاعب بيك فهو عرف غلطته. طيب لو رجع يا برج الحوت في انتصار، ده انت حطك فل يا برج الحوت، لو رجع تاني انا عارفه ان مشاعرك كويسه زي الصان هتفرح، بس هل برج الحوت مش عارفه ليه تطلع ايه؟ في حد ما بينامش، في حد ما بينامش، ممكن يكون هو. اوكي في كاس حب هيتقدم. طيب حلو تمام. طيب برج الحوت تعاتبه بهدوء ولا تكمل في هذه العلاقة؟ اعتقد يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت ما تعاتبوش قوي، لا برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى، ما انت جيت لي في ملعبي. انت خايف. شو قلت لكم؟ انا كنت شاكة ان في حاجة هتحصل. لا 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 لا، ليه كده يا برج الحوت؟ ليه كده؟ ليه الكوين كوين؟ ليه 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 ليه؟ انت هتدي له كلام جامد قوي، ده انت شايل له شويه كلام لا حصل ولا يحصل. مش بقول لك انت هو عشان كده خايف منك ومش عايز بالظبط، ومش عايز يوري وشه خالص، ده هو بيحسب قلب الف حساب يجي ولا ما يجيش، ده انت يعني شايل منه بطريقه وعايز تنتقم وعندك هواجس. انت بتقول في نفسك انت غريب قوي يا برج الحوت، انت بتحبه وعايز معاه جواز، وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه، بس هتحصل خناقة، هتحصل خناقة وهتدي له كلام يعني جامد مش هزار، اللي هو بص بقى انا رافع لك سيفي وجاي لك اهو، انا لا خايفة منك ولا اي انتعاش، انا مش خايفة منك خالص. طب الخناقة دي ممكن يعني تصفر عن ضحايا، هتوجع قلبه، هتوجع قلبه جامد، الخناقه دي هتوجع القلب قوي قوي، هتوجع له قلب قوي، ممكن ما يبينش، بس بعد الخناقه دي في شابتر من القصه دي هينتهي، الا وهو الشابتر السيء، وهو ده اللي المفروض يحصل. انت جات اهلا وسهلا، انا بحبك، وحشني قوي، بس استنى بقى يا معلم، لان انا شايله منك كتير، في قصه جديده هتبتدي، قصه فيها استقرار. كارتك يا برج الحوت، انت هتبقى الكينج اوف كابس من الاخر كده، الشخص ده هيقول لك بص بقى هو في حكمه، في بدايه جديده، الكينج اوف كابس، الشخص ده هيقول لك انا ملك ايدك، انا ضايع يا معلم، انا خلاص انا عرفت نفسي، انا ماليش في ان انا اقعد اصاحب بنات، لا خلصت، انت كنت الام الحنونه، انت الام الحنونه. هيبقى في اهو، هتشتغلوا على العلاقه دي قوي، وهيبقى في رد سريع منه، استقرار، في استقرار، العلاقه دي هتتظبط، هتتظبط، الشخص ده هيتظبط. انا عايزه اقول لك الشخص ده اتعلم درس، بس ايه هو بقى؟ مش هيقوله لنا، مش راضي يقوله لنا، هو موطي راسه في الارض وخايف يقول، هو ظاهر كده انه هو راح لحد تاني، بس انت يا برج الحوت مطعون منه قوي، بس يعني مش عارفه، بس انت اديك الحريه، ولكن انت عايز ترجع اهو، عايز ترجع، انت عايز، ده انت عايز تطير عليه، ويبقى في استقرار بعد الخناقه دي، وهيشتغل على العلاقه، ما تقلقش هيشتغل عليه، لو ما كانش بيهتم هيهتم، هيبقى في سيطره، هتبقى الكينج اوف كابس. برج الحوت اعتقد يعني الكلام واضح جدا، ان شاء الله باذن الله، باذن واحد احد رجوع باذن الله ان شاء الله، والثلاث سيوف دول هو اللي هيتطعن مش انت، لان انت اللي هو اللي موطي راسه مش انت، انت زي الفل، بس انت بتحبه يا برج الحوت. انا عارفه ان برج الحوت احنا بندي كلام بيوجع، بس والله ما بيبقى قصدنا حاجه، يعني من الوجع مش اكتر يعني، واحنا ما بنعاتبش حد مش عايزينه في حياتنا. طيب برج الحوت قراءه شهر 8 خلصت، ان شاء الله باذن الله هعمل قراءه عن المنفصلين في فيديو لوحده، كل برج هيبقى ليه 3 كروت،
بالترتيب كده فيديو كامل كل الابراج، عشان الفيديو ده ميبقاش طويل، وعشان كمان اللي يدخل ما يقعدش كتير يعني في الفيديو. فميرسي جدا يا برج الحوت، واتمنى اتمنى اتمنى الكلام اللي في الورق ده باذن واحد احد، باذن واحد احد يتحقق، لان انت موجوع قوي قوي يا برج الحوت، وانا نفسي موجوعه. يلا مش هنتكلم كتير. فان شاء الله باذن الله هي ايه هي هيرجع باذن الله ويتعدل. طب نقول الابراج تاني عشان الناس بتسال، بس احنا عندنا ابراج ترابيه، اوكي ادي ابراج ترابيه، وده ده وده برج الجوزاء، اوكي الشمس والشمس هنا في برج الجوزاء، برج العقرب والاسد تمام كده، وده برج هوائي برضو، وعندنا برج السرطان وبرج مائي ايا كان اي هو البرج ده، وايه تاني يا ربي، وقلنا برج العذراء قبل كده، وايه تاني ابراج ترابيه زي ما قلنا، وما اعتقدش فيه ابراج تانيه. لا مفيش اي ابراج تانية. وطبعا برجك انت كارتك انت، لو بتتعامل بقى مع حد برج حوت فهو اهو ظاهر لنا، هيجي يقدم لك العرض اللطيف ده. وبرج الجدي. فمرسي جدا 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 يا برج الحوت، وان شاء الله باذن الله باذن واحد احد يكون الكلام ده متحقق.